ينطق أ مثل الهمزة بالفتحة، مثل كلمة angry, about, abandon. صوت الألف الممدودة إذا كان في وسط الكلمة وبدون أي حرف vowel ثاني أو حرف علة ثاني، مثل a, cat, hat, stand, land. وفي أغلب الحالات يرفض زي ما هو إذا كان في vowel ثاني في الكلمة a, مثل كلمة cake, take, lazy. يكون الصوت مضخم وتحديدا إذا جاء بعده حرف R مثل car, jar. يلفظ O في الحالتين هذه إذا جاء بعده حرف L مثل كلمة all, wall, walk. كمان يلفظ O مع حرف W سواء كان قبله أو بعده مثل awful, war. يكون صامت إذا جاء بعده حرف T و E في آخر الكلمة مثل climate, private, candidate.